السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم تاني فيديو في كورس ملابس النساء الحريمي أو البلوزات الحريمي المجاني. واشتركوا معانا واعملوا لايك واعملوا شير ونبتدي على بركة الله عشان تشوفي أول تصميماتك بين إيديكي. طيب خطواتنا الأولى النهاردة عشان نعمل بلوزة سهلة بسيطة، أول حاجة زي ما اتفقنا هنعمل إيه؟ هناخد خط الكتفين، الخط اللي بين الكتفين ده، وناخد نصه على السبورة او على الورقة او على اللوحة اللي انت بتشتغلي عليها، تمام؟ فهنقول انه مثلا نصه 21 سنتي او 20 سنتي 20 سنتي. الطول هو طول الموديل اللي انت عايزاه، طول البلوزة اللي انت عايزاه اهو، تمام؟ نطول بقى مفيش اي مشكلة، ده كده طول الموديل اللي انا عايزاه تمام. طيب كده خلاص، ده طول كل طول البلوزة، وده نص عرض الظهر، نص عرض الظهر، تمام. الخطوات اللي بعد كده الحماس، النشاط يبتدي. هتلاقوا الخطوات سهلة بمجرد مذاكرة الجزء الاولاني او الحصة اللي فاتت، طول الحزام من اول هنا لغاية هنا، تمام. وبالتالي اقسم المسافة بالنص. طيب طول الحزام يا سادة يا كرام اهو، احنا كده مشينا للاخر. طيب هنقول ان طول الحزام هنا ونقسم المسافة دي بالنص اهو، تمام. كده ده طول الحزام من الف الى ب، كده ده طول الحزام. لقيتيه 50 يبقى نص، لقيتيه 40 يبقى نص، زي ما انت لقيتي، تمام. طيب الخط الاول ده الناس اللي متابعه معانا هو خط الصدر، والخط الثاني هو خط الوسط. طيب ربع دوران الصدر، هقيس دوران الصدر زي ما شفنا في الفيديو السابق، وهقيس الربع بالظبط وهيطلع لي الربع هنا اهو. فبالتالي اسهل خطوه هتحصل اني على طول ده هيكون الكتف معايا، ده هيكون الكتف معايا اهو، ده كده الكتف، تمام. طيب وهقيس ربع دوران الوسط وزي ما يطلع معايا، مش بالضرورة ابدا تلاقيه مكسم او في تقسيم عشان خاطر حسب ما يعني حسب الوزن زي ما قلنا، تمام. فهيجي كده، مش بالضرورة اعمله بالمسطرة. دي كده اهم خطوات، تمام. طيب في معايا خط الجنب اللي احنا قلنا عليه وقلنا يتحفز، وقلنا ناخده 20 سنتي علشان ما يبقاش في مشكله معانا في القياسات وما نقعدش نقيس كل شويه خط الجنب. خط الجنب ده عارفين هنقيس عليه ايه؟ هنقيس عليه ربع دوران اكبر حجم، فهيطلع لي المسافه بتاعت ربع دوران اكبر حجم بالشكل ده. طيب بعد كده الطول الكلي بنزل بقى بالتوسيع بتاعي زي ما انا عايزه، تمام. هي دي كده البلوزه. في حاجه ناقصه، دوران الرقبة اللي قلنا عليه بيكون 8 سنتي أساسي، وبنزل برضو 8 سنتي أساسي، ولكن الخلف بنزل 3 سنتي مش بنزل 8 سنتي، تمام؟ طيب وهنا 3 سنتي نزول أهو بتاع النزول اللي احنا قلنا عليه، تمام؟ طيب يبقى ده كده البلوزة، ما بتاخدش منك 5 دقايق لو مراجعين المراجعة صحيحة. يعني إيه مراجعة صحيحة؟ يعني دوران الرقبة 8 سنتي، نزول الكتف اللي هو ده 3 سنتي، خط الجنب 20 سنتي، كل الحاجات دي اساسيات حفظ وبتساعد معاكي. طيب انا هنا ما باخدش زيادات عن القياسات اللي انا اخدتها، لان الفيديو السابق اللي انا هسيبه لكم في صندوق الوصف انت واخداها بالزياده وكل حاجه. يعني كل الحكايه ان انت بتغيري الكلام ده على القماش، بتضيفي 1 سنتي للخياطه بس، تمام. في حاجه هنا، تمام، القياسات الحريمي مختلفه شويه. يعني انا عندي هنا عمق الابط او الكم 1 سنتي ونص، والكلام ده فين؟ الكلام ده في الباترون الامامي فقط، الامامي يرمز له بالرمز الف. يعني ايه الامامي؟ يعني اجي عند نص المسافه دي وادخل 1.5 سنتي،
وما قربش ناحيه الكتف وما قربش ناحيه الدوران ده اهو بس. والكلام ده بيحصل فين؟ بيحصل في الامام بس. وطبعا زي ما هيحصل في الامام هيحصل في الكم الامامي فقط. هظبطها بس. طيب اللون الازرق ده معناه ان انا دخلت بالعمق، واللون الاحمر معناه ان هو الخلف هيفضل زي ما هو. طيب اللون الازرق ده دوران الرقبه الخلفيه اهو، اللي هو ايه؟ اللي هو 3 سنتي، اللي هو 3 سنتي. بطرون الامام ما يفرقش ابدا عن بطرون الخلف. عايزه اعمل بنسة، عايزه اعمل بنس تقسيم كده بقى واطور من شغلي من نفسي شويه. طيب نركز قوي في النقطه دي لو سمحت. البنسة بتاعت الامام مهم قوي، في بنسة الامام اعرف البعد بين الصدر. طيب تعالوا بقى كده، البنسة بتاعت الامام ضروري اعرف البعد بين الصدر، بين النقطتين العاليين هنا في الصدر ضروري اعرف البعد ده. احيانا كتير بيكون البعد ده 20 سنتي فباخد نصها هنا 10 سنتي، احيانا كتير بيكون 20 سنتي. يعني انا لو حابه اعمل قصه برنسيس لازم امررها بهذه النقطه، ما ينفعش البرنسيس من هنا او من هنا، لازم امررها بهذه النقطه، مهم قوي عشان تيجي معايا مظبوطه. بالتالي البنسه لازم تنزل هنا. لو لاحظتوا ان السكيرت تنوره لازم البنسه برضو تكون في نفس الوضعيه، الفستان لازم البنسه تكون في نفس الوضعيه. تمام. طيب انا هقول هنا ان البعد بين الصدر 10 سنتي، يعني المسافة دي كده هدخل هنا 10 سنتي. بس في حاجة انا لازم اعرف عرض البنسة، عرض البنسة كام؟ عرض البنسة 3 سنتي في الامام تمام، وعرض البنسة في الخلف 2 سنتي. التلاتة سنتي متوزعة 1.5 يمين وواحد ونص شمال. عرض البنسة في الخلف متقسمة لواحد وسنتي وواحد سنتي تمام. طيب يبقى كده خلاص عرفنا ان عرض البنسة في الخلف 2 سنتي وفي الامام 3 سنتي. لو سمحتوا الحاجات دي تتكتب وتتاخد سكرين شوت زي ما انتوا عايزين، لكن في غاية الاهمية عشان تعرفوا تعملوا اي موديل تمام. طيب لما اقول ان عرض البنسة 3 سنتي لازم اعمل لهم تعويض. ليه؟ عشان انا لو قفلت البنسة بتاعتي من غير ما اعمل تعويض الموديل هيبقى ضيق جدا. طيب يعني اعمل ايه؟ يعني اخد ال 3 سم هنا بتوع البنسة تمام، اعمل تعديل طلع كده مثلا 1 سم ولا حاجة اهو، واعمل تعديل. انا عملت تعديل بال 3 سم الاضافية تمام، واخد بقى المسافة من اول النقطة الجديدة لغاية النقطة اللي هنا دي تمام اهو. انا كده عملت 3 سنتي بتوع البنس تمام. طيب بدخل من هنا لغايه هنا ال 10 سنتي اللي احنا اتفقنا عليهم، باخد من هنا لغايه هنا ال 10 سنتي. انا كده خلاص خدت التعويض بتاع البنسه تمام. طيب وباخد البنسه 10 سنتي من فوق وبنزل بيها 12 سنتي، يبقى طول البنسه 10 سنتي نزول 12 سنتي، وبعمل البنسة بتاعتي 1.5 يمين وواحد ونص يسار، 1.5 يمين وواحد ونص يسار، يبقى طول البنسة من فوق 10 سنتي اهو. طيب ومنزل بيها بنزل 12 سنتي، وفي السكيرت كده تمام، بطلع بيها 10 سنتي كده، الجزء ده كده 10 وجزء ده كده 12 سنتي تمام، ده في الجزء الامامي. لكن في الخلف بتبقى 10 في 10، نفس الطول تقريبا في نفس الطريقه. طيب لو انا عايزه اعمل قصه برنسيس بقى هكمل البلوزه واخليها دريس او اخليها فستان، باخد المسافه دي من النص كده اهي وانزل مرورا بالبنسه، باخد المسافه من النص وانزل بالبنسه والخط ده كده واروح مكملاه للاخر، واروح مكملاه للاخر، والخط ده هو اللي هيتقسم ما بين الجزئين دول، واعمل حسابي في مسافات الخياطه تمام. طيب دي كده الخطوات بتاعت البلوزه بتاعتنا بتاعت النهارده تمام. عايزين يلا نجهز مع بعض علشان هنعملها بشكل عملي
عشان نشوف نتيجة اللي احنا اتعلمناه ده. البلوزة اللي هنعملها النهاردة هنعملها من غير بنس، هتكون ابسط موديل للبلوزة عشان خاطر تتمرنوا عليها، تمام؟ والبلوزة اللي بعدها ان شاء الله او الشميز اللي بعده هيكون بالمرد وهيكون بالزراير وهيكون بالياقة، هيكون بالاساور، باللي انتوا عايزينه. نزلوا البلوزات اللي عايزينها تتعمل، وحتى لو الاسبوع ما كفاش هنخليه 10 ايام عشان خاطركم، او نقدر نكثف نخليها كل يوم فيديوهين، مرة الصبح مرة بالليل، المهم نعمل لكم اكبر عدد من البلوزات اللي انتوا عايزينها. وبعد كده ان شاء الله هندخل على الدراسات على طول. ما تنسوش تعملوا لايك، تعملوا شير، وتابعونا اول باول. وبشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.